السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه لنبيه زكريا عليه الصلاة والسلام ونحن له تبع: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فنعمة من الله عظيمة علينا وعلى المسلمين أن نوفق للإكثار من ذكر الله، وعلامة فوز عظيم، وهذا من أسعد ومن أفضل ما يسعد القلوب، من أفضل ما يسعد القلوب الإكثار من ذكر الله. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. أرض من الخمسة إخوة. ارفع صوتك تفضلا. الله يجزيك كل خير. حاضر. وياك. أرض ملك الخمسة إخوة، تمام؟ أرض يملكها خمسة إخوة. تمام. هذه الأرض مثلا قسموا المال الزروع عليهم، أحد الخمسة فقير جدا، هل يجوز أن يعطوا زكاة الزروع لهذا الرجل الفقير؟ هو صاحب الأرض، أحد أصحاب الأرض، وسيأخذ نصيبه، هم يتكلمون عن نصيبهم. إذا تملك كل شخص نصيبه، تمام، وهو تملك نصيبه ورأوه بعد أن تملك نصيبه فقيرا، لهم أن يعطونهم مما يخصهم هم بعد أن يتملكوه. تمام. شكرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا أم محمد. السلام عليكم. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت عايزة أسأل هل لو توفر فينا الحج ولكن بدون تصريح، مع العلم أن السعودية يعني فرضة أن قلت لي عفوا، لماذا تسجلي بدون إذن؟ كده كده بنجاوب على الملأ، لكن لماذا يعني تسجلي بدون إذن؟ معذرة يا شيخ، لماذا لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم بالبقر؟ ولماذا اقتصر على الكبش؟ رمزي ورد حديث فيه
أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهن بلحم، دخل عليهن بلحم، فسألنا ما هذا؟ قيل لهن: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وهذا من ناحية الأسانيد ثابت صحيح، لكن يراجع من ناحية العلل. أما هو فوارد ثابت، ثابت الإسناد، لكن ننظر بس فقط العلل احترازا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا كيف الحال؟ الحمد لله. لو سمحت شيخنا، نحن شباب من محافظة كفر الشيخ، نود أن نأتي ونتشرف بذات حضرتك، يعني في معاد محدد مثلا ولا أي معاد؟ لا، كلموني على الهاتف الخاص. إن كانت زيارة عابرة يعني خمس دقائق، في أي وقت تعالوا، في أي وقت على الرحب والسعة. ظهر لو العصر. نأتي ونحضر درس عام لحضرتك مثلا. كلمني في الهاتف الخاص الله يحفظك. نعم، جزاكم الله خير. لا أستطيع أكثر من خمس دقائق يعني كجلوس مع ناس إلا للضرورات القصوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. أحسن الله إليك يا شيخ. نسأل بس عن يعني هناك أئمة يصعدون المنابر وقد يتحدثون في أحاديث ضعيفة ويلبسون ويدلسون، فما حكم يعني مقاطعة هذا الإمام أو تكذيبه وهو يكذب؟ عفوا يا أخي، عفوا، أنت تقول يكذبون ويدلسون، هل هم فعلا يكذبون ويدلسون؟ وما العائد عليهم من الكذب والتدليس؟ يعني أنت متحامل شوية على الناس. ممكن واحد يحدث بحديث ضعيف يعني عن غير علم، أو يرى أنه ضعيف لكن يمشي في فضائل الأعمال، فوصفك لهم الشديد كذا أنهم يكذبون ويدلسون وإلى آخره، يحتاج رفق شوي، ارفق شوي بالناس. أقول يا شيخنا بس يعني في مبارح في الخطبة يعني جعل أحدهم الخطبة كاملة لتشريع الصلاة على النبي بجماعة. خلاص، هم قد تراجعوا عن ذلك، قد تراجعوا عن ذلك الحمد لله، وقالوا إنما كانت مسألة عابرة، اجتهدوا وأخطأوا في هذا الباب، والحمد لله الأمور استقرت. طيب إذا بشكل عام يعني من إذا على حسب يا أخي افهم بس، ليس كل واحد يرى مسألة مخالفة لما قاله الخطيب وفيها أنه يعترض الخطيب على المنبر. كل المسائل بحسبها، والمسائل تعالج برفق وبهدوء، لا تعالج بمعارك. بارك الله فيكم، تعالج برفق وهدوء. ليس كل واحد مثلا له رأي مخالف للإمام. هب أن الإمام اختار مثلا رأيا في مسألة القراءة خلف الإمام، أي الرأيين أخذهما الإمام أو الخطيب وتكلم في هذا؟ ما يصح أن نقاط وأقول أنت مخطئ وأفرض عليه رأيي. طيب يعني تقعيد القاعدة لا يجوز محمد النجار، أشكوك إلى الله يا محمد النجار، بيني وبينك الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا شيخ. اسأل. دخلت اليوم في صلاة العشاء متأخرا، فالصف الأول اكتمل. صليت منفردا. في الصف الثاني بدأت الصف بدون أن يدخل أحد معي. ما حدش دخل معايا في الصف. أيوه. صليت أنا منفردا. الحديثان الواردان في هذا الباب فيهما كلام، سواء حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أو حديث أن رجلا صلى خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. فهذا وذاك فيما مقال، وعلى فرض ثبوتهما فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل. في واحد جاء عبد الرحمن اسمه محمود النجار، ظاهر أنه من السفهاء، ف
أو من أهل التبديع والتضليل أو التكفير، فاحذفه اسمه محمود النجار، أبحث لي عنه. من السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ نعم الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، والدتي واخي بينهم خلاف، كنت عاوز اخد راي حضرتك. اتفضلي. والدتي ارمله من سنين وربتنا لوحدها يعني. دلوقتي هي ما يعني ملتزمه ونحسبها على خير ومنتقبه وحجت وعملت عمره كذا مره. ايوه اخي، المشكله يا شيخ، المشكله والدتي عندها اختلاط شديد، تزور دي وتزور دي وتخرج وكتير جدا، وتروح مثلا عند فلانه دي تتغدى وتقعد، واحيانا تبات كمان، ودول علمنا خالص يعني. احنا بنبقى بنعدي نزورها وكده ما نلاقيهاش. اخي بيزعل جدا، ولا لازم تعرفيني انت فين، وتقولي لي انت رايحه فين، تقول ده وانا هستاذنك انت من هو زوجها يعني ولا ايه؟ ايه؟ أعيد السؤال معذرة. بتخرج كتير من هي؟ من هي؟ ايه؟ من هي؟ أيوة نعم عبد الرحمن. من أمك ولا من؟ والدتي بتخرج كتير كتير، بتخرج كتير، عندها اختلاط، بتروح للجيران طيب والقرايبنا كلام من ده. والسؤال عن ماذا؟ وايه؟ السؤال عن ماذا؟ أخي ما بيزعل إنها ما بتقولوش وما بتعرفوش، وبتخرج كتير جدا. كم عمرها؟ هي في بداية الخمسينات وشابة ويعني وجميلة وجيلها عرسها. يعني هي لا عقلة ولا مختلة؟ لا لا، دي عقلة جدا وحسبها يعني على خير، بس هي مستكبرة ان هي تستأذن اخي. لا لا لا، يلزمها ان تستأذن اخاك او تخبركم على الاقل اين تذهب. اخي 37 سنة مش صغير. خلاص تخبره. هي رافضة، فهل انا يعني لو هل يسمح لها، هل يسمح الولد لأمه أن تذهب بيوت الرجال دون أن يعلم؟ يأخذ على يديها يا أختي. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، أنا إن شاء الله طالع الحج السنة دي، بس طالع اللي هي تأشيرة الزيارة ديت، فأنا دلوقتي هخش لابس اللبس بتاع العادي. حضرتك إذا أهللت من الميقات تمام بملابسك، عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. طيب دلوقتي أنا أقول بقى لبيك اللهم بحج، ولا لبيك اللهم بعمرة ومتمتعا بها إلى الحج؟ لا، على حسب النسك الذي ستختار. اخترت النسك، نسك الإفراد قلت لبيك حجا، نسك القران لبيك حجة في عمرة، نسك التمتع لبيك عمرة. طب حضرتك دلوقتي اللي قلت لبيك اللهم حجة عمرة متمتعا بها الى الحج، ما في مشكلة انا اوصل مثلا للمسجد الحرام واطوف وواسعة؟ نعم علي دم. لو دلوقتي حضرتك انا مثلا ما قدرش اوصل لغاية البيت الحرام، ما قدرش اوصل للمسجد الحرام وطوفت وعملت العمرة بتاعتي، ايه اللي عليا اعمله؟ تقول ما قدرتش اوصل المسجد الحرام؟ يعني انا دلوقتي مثلا حضرتك دلوقتي انا هوصل مثلا الى عزيزية، طيب ما عرفتش اوصل من عزيزية للمسجد الحرام، طيب لو منعت ايه اللي عليا ممكن اعمله بقى؟ يعني هل منعت سترحل ولا منعت وسترجع ممكن تحاول محاولة اخرى؟ ما انا بقول لحضرتك، لا انا بفترض ان انا ممكن، يعني انا متوكل على الله عز وجل، واسال الله عز وجل ان ييسرها، بس انا بقول لحضرتك ماشي. انت متى ستمشي؟ متى ستذهب؟ ان شاء الله 4 ذي الحجة. ان شاء الله 4 ذي الحجة عليك خطر شديد جدا. الله 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 ييسر. فانا انصحك تفرد بالحج افضل. افرد بالحج؟ ايوه. طيب جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ مصطفى، اتفضل. بعد اذنك يا شيخ، كنت عايز بس اسال عن حاجه بسيطه. اتفضل.
انا حاليا يعني بحفظ قرآن مع شيخي وكده، فجيت كلمته في النقطه بتاعت صلاه الجمعه اللي هو الصلاه على النبي وكده، اللي هو متخصصه الخمس دقائق. فشيخ قال لي ان هي مش يعني ما فيهاش بدعه، يعني قال لي بالنص كده اللي هي يعني مش ما تعتبرش بدعه. فجيت بالصدفه صديق ليا وراني فيديو لحضرتك، وحضرتك بتقول فيه ان هي بدعه. طيب انا مش يعني ايه، بقيت مشتت ما بين ان انا اصدق حضرتك او طبعا حضرتك على راسي فاهمني، بس يعني مش عارف افرق بين النص ده والنص ده. انا لا اريد ان اكون على راسك، انما اريد مني ومنك ان نسال عن هدي النبي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اساله هل كان الرسول يفعل ذلك، هو أو الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أو أحد من أصحاب المذاهب الأربعة أو أي مسجد في العالم؟ سأله هذا السؤال. هو برضو قال لي وقلت له اسمع الكلام اللي أنا بقول لك عليه. بقول لك هل ثبت أن النبي فعل ذلك أو الصحابة؟ أنت أفضل أم صحابة رسول الله؟ لا أنت الأفضل أم الصحابة؟ لا الصحابة طبعا. أنت أفضل أم التابعين؟ أنت أفضل أم أصحاب المذاهب الأربعة؟ مسجدكم أفضل أو مساجد العالم كلها، الحرمين الشريفين وغيرهم؟ اصحى معنا يا أخي. تمام يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يبارك في علمك ويحفظك ويخليك لينا يا رب. وإياك. بس يا شيخ بسأل، عندي الزوجة لا تصلي إلا إذا قلت لها صلي. وإن صلت يعني أحس إن هي بتصلي عشاني مش عشان حاجة تانية. مش عشان إن ده فرض أو حاجة. ما الحل في ذلك؟ ده سؤالي الأول. والله إذا استمرت على هذا لك أن تغير عتبة بابك. نعم. مع التزامها وحفظها للقرآن. كيف التزامها؟ أنت الآن توصف غلط. كيف ملتزمة ولا تصلي؟ يعني كيف تكون ملتزمة وفي ذات الوقت لا تصلي؟ كيف تصورك لهذا يعني؟ هل التزام مثلا لبس فقط أو في أصول الدين؟ في أصول الدين لابد أن يؤتى بها. نعم. مرحبا شيخ حمدي خريبة، وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك شيخ. الحمد لله بخير. الله يكرمك يا شيخ. معلش كنت عايز بس أسأل حضرتك على موضوع قراءة الفاتحة وراء الإمام وأنا مأموم في الصلاة الجهرية. يرى جمهور العلماء أنك تسكت في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وحسن بعض العلماء على إغماض يسير في السند حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحمل له حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المأموم، عفوا على الإمام أو المنفرد، على الإمام أو المنفرد. شكرا. والنفي نفي الكمال في حال ثبوت الأخبار. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن وحمزة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا. الحمد لله. سمعت عندي سؤالين. اتفضل. حكم لعبة ببجي مع غض البصر وعدم تأخير الصواب بسببها. لا يا شيخ، ما فيش سباب وشتم وكده. سألت عنها الذين يعرفونها فلم أدخل عليها بنفسي. لكن جل من يعرفونها يذمونها بما حملنا أن نقول بالمنع، والله أعلم. يعني لا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال بعدين. تفضل. هو النبي عليه الصلاة والسلام ارفع صوتك تفضلا.
النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كان بينام كم ساعة؟ كان إيه؟ كان بينام كم ساعة؟ النبي عليه السلام كان ينام كم من الساعات؟ ليس هناك نص أستفيد منه الجواب الواضح البين، إنما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت لا تشاء أن تراه نائما من الليل إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته. ولكنه بين لنا في حديث آخر قال: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وبالله التوفيق. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله، ربنا يكون بخير. كنت بس حابب أسألك على حاجة يا شيخنا بعد إذنك. اتفضل. أنا مسافر ومتقدم لفتاة يعني عن طريق النت، تمام؟ الفتاة سألت عنها، أهلها ناس كويسين، بنت طيبة وزينة، ولكن مش حاسس بالقبول من ناحية شكلها يعني، فهل أكمل عشان خاطر التدين والاحترام ولا أسيبها ولا؟ والله شيء يرجع إليك، المسألة نسبية، المسألة نسبية. يعني إذا كان أمامك فتاة عينك تقر بها وكذلك هي على دين قبل ذلك، فهي أولى. ليس أمامك إلا هذه الدينة وأخرى جميلة لكن أقل تدينا، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المسألة نسبية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. البورصة المصرية عملت صندوق جديد خاص بالذهب، فنرجو من حضراتكم الاطلاع عليه وإعطائنا حكمه. إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. تفضل. أنا كنت في الأول ما كنتش بصلي. ممكن ترفع صوتك الله يحفظك. أنا لم تكن تصلي وبعد. أيوة، فأنا دلوقتي بقالي فترة الحمد لله ملتزم في الصلاة والحمد لله. نعم. فأنا ساعات بحس إن أنا عليا ذنب إن أنا ما صليتش كل الصلوات اللي فاتت. عليك إعادتها قدر الاستطاعة. أعمل إيه بقى؟ عليك أن تعيدها قدر الاستطاعة وعلى الوجه المتيسر لك. إمتى وإزاي؟ أنا أقول لك على الوجه المتيسر لك. إن شئت مع كل صلاة صلاة، إن شئت جمعت صلاة يوم أو يومين معا، على المتيسر لك. مصطفى الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. تفضل. بعد ذلك فضيلة الشيخ، حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أيوة. ده حديث، الحديث الثاني. هذا الحديث في البخاري، لكن بعض العلماء ينتقد بعض رجال إسناده. الحديث الثاني يأتي وناس من أمتي أحسنات أمثال الجبال يجعله الله هباء منثورا. ضعيف 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 يا حبيبي. ضعيف؟ ضعيف. حديث ثاني ضعيف. أيوه أعتقد ضعف، نعم، من عدة وجوه. تمام، شكرا. الله يسلم. وإن سلم، إن سلم محمول على نفاق الاعتقاد. نفاق المناسب. نفاق الاعتقاد مش نفاق العمل. في نفاق اعتقاد من قلبه يضمر الكفر ويظهر الإسلام بلسانه، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عمل إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فلو ثبت، لكنه ضعيف الإسناد، لكن لو ثبت لحمل على نفاق الاعتقاد. إن الذي يحبط ملوش دعوة بمعصية السر ومعصية الجهر. هو في واحد، أنا أسألك سؤال، أكثر العصاة يعصون سرا أو جهرا؟ أكثر العصاة يعصون سرا أم جهرا؟ لا جهرا. يعني واحد
يقبل واحدة في السر نسبتهم أكثر ولا في العلن؟ الإيه؟ شخص يقبل فتاة أجنبية في الغالب دي سرا أو علنا؟ لا في السر. من الغالب في السر، فأكثر الأوصاف الحرامي بسرق في السر أو في العلن؟ الطبيعي هو في السر. فأنا قلت لك الحديث من ناحية ضعيف، والناحية الثانية لو ثبت لحمل على نفاق الاعتقاد. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب تكرم بخير. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. اول سؤال، لو انا دلوقتي شغالة خطبة على التليفون او على الهاتف وقاعدة بسمع، هل دي تحسب جلسة علم؟ عفوا، لو شغالة خطبة او محاضرة على التليفون وقاعدة بسمعها يا بصمت ليها، هل دي جلسة علم؟ ان شاء الله. طب خير. سؤال تاني لو سمحت. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، فقلت يا رب سمعت الى الكتاب العزيز وسمعت الى العلم الشرعي، ان شاء الله انت على خير. جزاك الله خير. انا عندي سؤال تاني عايزه حضرتك تساعدني فيه. انا دلوقتي كل ما بقابل قرايبي بلاقي والدتي حاكيه كلام وحش عن مرات اخويا مش حقيقي، هل احكي الحقيقه ولا اسكت؟ لا يعني صار يعني اجمالي القول تقول زوجة اخي مظلومة، يا جماعة زوجة اخي على خلق طيب، اجملي القول. اه تمام، شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله حالي طيب. الحمد لله، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ أسألك عن، أنا مش عارفة هو حديث أو لا، هو قال أنه دعاء لمن خاف من مؤذن، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر. المعنى ثابت لكن ليس بحديث. يعني هذا دعاء ليس بحديث لكنه دعاء. دعاء، نعم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. نعم. كنت اريد ان اعرف عدد الحديث المتواتره. لم تحصر. ام هي قليله ام كثيره؟ هي قليله. يعني مثلا رقم كده قريب منها؟ لا يعني رقم يعني حول 100 أو 150 200، يعني قليلة جدا مش كثيرة. أريد أن أسأل سؤالا أيضا. تفضل. رأيت شفت فيديو أن فيه واحد كان بيصلي على مصلية إلكترونية، يعني كانت هي بالنسبة للإمام. يعني إيه المصلية الإلكترونية؟ مش فاهم. هي مصلية طلعت من فترة قريبة، بيبقى فيها جهاز كده بيقوم بدور الإمام. لا يجوز. لا 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 تجوز الصلاة وراءها. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، حكم مهندس يعمل في تراخيص المنازل بس وأنا بشتغل في الشغلانة. يعمل في ماذا؟ مهندس يعمل في تراخيص المنازل. أيوه. عمل ترخيص للمنزل. طيب. أثناء تخليص الورق أضطر إلى دفع مبلغ من المال، أكمل في الشغل أنا أبتعد؟ إذا كان يأخذ حقه المغصوب جاز، إذا كان يعمل مخالفات ابتعد. هو أنا لا أعمل مخالفات، بس الرخصة مش هتتعمل غير لما أدفع المال ده. من يقول له إذا كان لي حق من حقي وانطبقت علي شروط أخذ الرخصة منطبق علي تماما، وقدمت ومنعوني من حقي إلا أن أدفع، في هذه الحالة الأمر اختلف. هذه الحالة الأمر اختلف، لأن الرشوة معناها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. لا، أنا أدفع لا أخذ حقي فقط ومجبر على ذلك. لا إثم عليك. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. معلش بس تكملة للسؤال، بس يعني معلش يا شيخ معذورة، يعني
تفضل. وحضرتك بتنام كام ساعة بس؟ معلش أنا آسف. والله ما أعرف يا أخي يعني، لكن يعني ساعتين مثلا؟ لا لا، ساعتين كيف ساعتين؟ لا لا لا، لا يستطيع يعني بشر أن ينام ساعتين في اليوم. الله يكرمك، تمام يا شيخ. الله يبارك في عمرك، السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عاوز أستأذن حضرتك بس في سؤال كده، معلش. تفضل. دلوقتي أنا والدي في مشكلة معاه ايوه. في الطبيعي خالص إن احنا يعني معلش والدي بمصاحبنا و و و إلى آخره، أنا وإخواتي ها؟ مصاحبنا عادي يعني، بنتعامل كويس أنا وإخواتي، بيعاملنا كويس وكده والدنيا حلوة الحمد لله. طيب الحمد لله. بس السؤال؟ لما بنيجي مثلا في نقطة، مثلا نتشاور في نقطة في الدين ولا حاجة، في أغلب الأحيان بيبقى في خلاف ما بيني وما بينه. أقربهم مثلا امبارح كنا بنتناقش في نقطة الصلاة على سيدنا عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة، فأنا قبل ما أشوف الفيديو بتاع حضرتك والله قلت له دلوقتي يعني إحنا هنبقى أحسن من صحابة سيدنا عليه الصلاة والسلام، أحسنت. كان من باب أولى إن سيدنا أبو بكر يعني هو اللي يعني اول ما النبي مات ان هو يجمع الناس ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، الناس كانت بدات ترتد عن الدين، كان ده اولى. الله ينور عليك. فطبعا الموضوع خد منحنى تاني، ويعني ما رسيناش على حل، فقلت لي يصلي يصلي واللي ما يصليش براحته، انا مش هجبر حد يعمل حاجه او ما يعملش حاجه. النقطه التانيه كنت بكلمه في نقطه ايه؟ عديت ياسين. نعم. عديت ياسين، عديت ياسين، هم عديت ياسين، عديت ياسين، عديت ياسين. عدية ياسين التي يفعلها الناس على الظالم من وجهة نظرهم. تمام. انا كنت رجعت الفتوى لحضرتك فقلت ان لها ما لهاش اصلا في اللي وردت عن سيدنا عليه السلام ولا عن الصحابه ولا عن يعني ما لهاش. نعم نعم نعم، لا لا اي اصل. تمام. حديث موضوع التي وردت في هذا الباب ضعيفة جدا. فاللي حصل ان انا بقول له ان الوضع معلش ان احنا كنا رحنا للشيخ، انا ما كنتش اعرف الكلام ده، بس الشيخ ده حافظ كتاب ربنا، هو كفيف ويعني ما شاء الله اتقن واحد في القران يعني في المنطقه كلها. فانا لما رحت له سلم على الشيخ وبوس ايده، انا سلمت على الشيخ وبوس ايده والدنيا حلوه. فساعتها لقيته بيعمل تسعيره، انا بعمل حاجه الفنيه بقد كده. الشيخ اللي عامل تسعيره؟ اه بالظبط. ما التسعيره؟ يعني كان وقتها خد مش عارف حوالي 700 او 800 جنيه يعني تسألت ايه يعني؟ انه يقرأ على واحد سورة ياسين؟ عشان يقرأ قديت ياسين. اي، عملت تمام؟ تسأل. فانا اظن مش تسعيرة جبرية يعني. ايوه بالظبط. لا تذهب له، لا تسعيرة جبرية ولا تسعيرة اختيارية. اي ماشي. فاللي انا المهم يعني بس عشان وقت اخوانك لا يضيع. انا اسف معلش بس يا مولانا، معلش انا اسف. فانا لما كنت بتفاهم مع والدي في القصة ديت فقلت له ان يعني احنا بنلف لربنا بالفلوس تمام، وذكرت له ان دي نقطه فيها يعني يشوبها شرك. لا يشوبها شرك، انت دخلت، لا دخلت مدخل غير صحيح. اما يشوبها شرك، لا يشوبها شرك، لا يعني البدع شيء والشرك شيء. الله يكرمك. تمام. طب انا عندي سؤال تاني معلش. اتفضل. هل ينفع ان انا اسلم على مثلا خطيبه اخويا لا او الى اخره؟ لا، انت راجل اجنبي. طيب انا لما الهم والموت كما حاجه قال في اي حاجه في امور الدين يعني غالبا يعني انا وهو يعني ما بنتفقش. ما ايه؟ ما بنتفقش انا ووالدي، ما بنتفقش. طيب ايه المشكله؟ ما خلاص عرفنا انك لك خط في الاستدلال ووالدك له خط. ايه السؤال؟ ما هو المشكلة حاليا أنا دلوقتي خليك في حالك، هو في حاله خلاص. نعم خلاص، قدمت النصح. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا دلوقتي النقطة إن بقى في خلاف ما بيني وما بين والدي في كذا حاجة، فدلوقتي بقى في تفرقة في المعاملة ما بيني وبين إخواتي. استحملها لوجه الله. وأنا بطبيعتي بشر، فالمشكلة إن أنا بقى بس استحملها لوجه الله، عشان بس أنت خدت حيز كبير من الأسئلة النافعة للناس. لا خلاص، أنت في مكانك وهو في مكانه، ارشد وبين، رفض خلاص استمر في طريقك. كون يجامل اخوانك على حسابك اجرك عند الله، والله يغنيك من فضله. شكرا.
ماذا تلبس المنتقبة المحرمة على وجهها أثناء الإحرام؟ تسدل سدلا خفيفا، سدلا خفيفا، لا نقاب، لا نقاب لا، لكن السدل الخفيف وارد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا سؤالي كان زوجي من 15 سنة أخد ذهبي، وأنا رضيت إن أنا أديهوله عن رضا نفس، وقلت له تمام هو اللي طلبه ولا أنت؟ عفوا، هو طلبه أو أنت أعطيتيه من غير طلب؟ لا هو طلبه، كنا هنشتري شقة ونستثمر فلوسنا وكده، فأنا اديتهوله برضا نفسي، يعني قلت له خد كل ذهب مفيش مشكلة. حتى كقرض، كقرض أو هدية؟ نعم، أعطيتيه هذا الذهب كقرض أو هدية؟ لا زوج وزوجة، يعني مش لا، ما هو لازم كقرض. نفرق، لازم نفرق، يعني أحيانا الزوجة تعطي الزوج مالا لفك كربة. لا لا ايوه بالظبط، لا مش كهديه، لا مش كهديه، حق من حقوقي. حال قلت له تمام واديتهوله اكتر من مره، يعني هو رجع جابهولي تاني وانا رجعت برضه هو احتاجه اديتهوله تاني. ماشي. فدلوقتي هو اشترى بيت وكده، فطبعا الذهب قيمته كانت يعني البيت قيمته اعلى من الذهب، فانا بقول له انا ليا كده نصف نصف البيت في درج، يعني في الكلام حوار ما بيننا يعني. فقال لي لا انت ليكي جرامات ذهب محدده اجيبها لك في اي وقت، انا يعني هو يفتح لي الامر يعني. فانا ليا ايه؟ ليا، هل ليا في المنزل؟ لك ذهب، لكن لك جرامات ذهب. تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك. طيب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا، أنا كنت اتصلت عليك من شوية، سؤال بس تاني. نعم. كنت بصلي سنة المغرب وأنا شخص صلى ورايا يعني، فكنت فجيت في الركعة التانية احترت أقول جهرا ولا سرا. الأمر فيه سعة، إن شئت جهرت إن شئت أسررت. فأنا جهرت ونويت إن أنا أصلي يعني مغرب سنة وكده، ومغرب سنة. لا يعني جهرت ايه يعني؟ الركعة الثانية. يعني انت اتممت 3 ركعات؟ انت نويت ركعتين؟ كنت داخل انا داخل الصلاة نويت ركعتين سنة عادي، فهو هو في وسط الصلاة في الركعة يا الثانية اخي. انت حولت النية الى فرض؟ لا ده هو اصلا مغرب سنة عادي، هو واحد كان بيصلي ورايا. ايوه، انت كنت تصلي السنة نويت ركعتين صح؟ دخل معاك في الركعة الثانية احترت. لا دخل معايا في الركعة الأولى، هو دخل معايا في الركعة الأولى. دخل معاك في الركعة الأولى احترت تجهر أو تسر؟ في الركعة الثانية. أيوه. وبعدين فهو عملت، حكم اللي أنا عملته دوت يعني. يعني أنت حولت النية ل3 ركعات بعد ما هيك؟ حولت النية المغرب سنة يعني. سنة يعني مغرب كنافلة. نافلة صلاة مغرب. خلاص ما في مشكلة. لكن ما أنت للآن ما صليت السنة. إيه؟ ما صليت السنة. خلاص امين. هذا يعني. شكرا يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. تفضل. نريد ان نعرف ما هي علة الحديث. العلة هي سبب لتضعيف، سبب خفي به يضاعف الحديث سندا أو متنا يطلع عليها أو يعرفها العلماء في هذا الصدد بجمع طرق الحديث. يعني علة الحديث ظاهره الصحة، وجدت علة في السند تقدح في السند أن الظاهر السلامة منه، يعني سبب يضاعف الحديث في السند ليس بظاهر. يتبين هذا السبب بمراجعة أقوال العلماء، أو يتبين هذا السبب بمراجعة طرق الحديث. يعني أرقى شيء في علم الحديث العلل، أرقى شيء في علم الحديث العلل. بس السند صحيح، الإسناد صحيح عن رسول الله، لكن تجمع الطرق تجد أن السند الأسانيد الأصح بنفس السند عن ابن عمر، ليس عن ابن عمر عن رسول الله، إنما عن ابن عمر من قوله. فهمت؟ يعني سبب خفي، يعني كده كده بيدخل بعد التخريج. العلة على قسمين، العلة في علل قادحة مؤثرة وعلل غير قادحة غير مؤثرة. يعني مثلا على سبيل المثال في سند زيد عن عمرو عن فلان عن فلان عن
أنا ابن عمر. جينا نجمع الأصح وجدناه أن الأصح عن فلان نفس السند عن أنس، يعني أنس مكان ابن عمر، إبدال ثقة بثقة. فإبدال الثقة بالثقة هي علة لكن غير مؤثرة، لكن في علل أخرى قادحة ممكن تراجع اليوتيوب دروسنا في العلل بإذن الله تجد فوائد كثيرة إن شاء الله. شكرا معلم. الله يسلم. سبب خفي به يضاعف الحديث مع أن الظاهر السلام منه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولان قول حضرتك أنا عندي مصلحة، يعني مكان زي مكتب كده، فالناس بتيجي تقدم عندي على حاجة ورق أنا بخلصه من الحكومة، فهل يجوز لي أن أنا مثلا أنا بقول لهم على الحاجة مثلا وليكن 500 جنيه 500 جنيه أيوه تمام، الحاجة دي بتكلف مثلا عليا وليكن 350، لازم اعرفهم ان هي بتكلف عليها 350 واخد منهم 500 ولا لا؟ قل لهم 500 خلصتك المصلحه ب 500 وخلاص. قل لهم ال 500 شامله اتعابي بس، شامله اتعاب. شكرا يا مولانا، الله يكرمك. رجل له ذريه بنين وبنات يخشى الفتنه بهم بعد الممات على الميراث، ويريد عمل وصيه واجب لهم بنصيبهم في الميراث قبل وفاته. لا يجوز، لانه لا وصيه لوارث، انما يكتب الاوراق من الان ويحفظها مع شخص صالح، يقول إذا مات أعطي لكل خلاص هذه الأوراق هي تسمتي، ممكن يمكنهم منها في الدنيا. أما الوصية لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لا مش الأوراق، ممكن يكتب تمليك من الهبات، هبة الآن أنا وهبت لفلان وفلان وفلان، هذه هبتك يا ابني، وبعد يسترد منهم الأوراق ويحفظها مع أي شخص. يجوز له أن يصنع هبات في الدنيا قبل الممات، صورة الهبات. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ. تفضل. الله يبارك فيك. أخ جه حج وجاي متمتع وهو قاعد في مكة حاليا، هو خرج المدينة وراح يوم ورجع، هل عليه شيء ولا عادي؟ ألو؟ أيوة. أختار رأي العلماء القائلين بالجواز. ليش؟ أختار رأي العلماء القائلين بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه نعم؟ ليس عليه شيء يعني في لا لا. خرج ليس. راح المدينة يوم ورجع ليس عليه شيء، متى وقعد في مكة؟ ليس عليه شيء. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يسلمك. النبي عليه السلام لما سئل، لما امر الصحابه بالتحلل بعد ان اعتمروا، ان امرهم بالتمتع، ساله سائل اي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. فلهذا قلت بجواز الخروج والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل يا شيخ. كنت عايز أسأل ما عقوبة الرجل الذي يسيء معاملة زوجته؟ يعني على حسب الإساءة، المعروف ولا يفارقها بالمعروف. على حسب الإساءة، الظلم قد تكون يعني يظلمها في أشياء يسيرة، وقد يظلمها في أشياء كبيرة على حسب درجة الظلم. والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فعلى حسب الظلم اللي يزيها به يعاقب. بارك الله فيك، حبك الله يا مصطفى العمر. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. هو انا شايف ازاي اعرف كنيتي ازاي؟ يعني مثلا انت الذي تكني نفسك، تقول انا اكني نفسي بابي عبد الله، بأبي محمد، بأبي أحمد، اختر أنت الكنية لنفسك. حلوة أبي عبد الله يا شيخ. إيه؟ حلوة أبي عبد الله. يلا أنت متزوج؟ نعم. متزوج؟ لا مش متزوج، لا. يعني إذا إن شاء الله يعني تزوجت ورزقت بولد هسميه عبد الله ولا الزوجة هتغلبك؟ لا هسميه عبد الله إن شاء الله. خلاص ما عليه. ما في مشكلة، توكل على الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. عليك مصطفى. الحمد لله بخير. معك احمد بن عبد العاطي من عين شمس. اتفضل يا اخي. بارك لك شيخنا الحبيب. اتفضل، الله يحفظكم. بارك الله لكم وبارك عليهم وجمع بينهم في الخير. وياك الله يرفع قلبك ويرضى عنك ويحفظك بحفظه يا رب العالمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل. الله يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. ربنا يسعد قلبك يا رب وقلوب المسلمين. آمين. الله يبارك فيكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله طيب. والله يا شيخنا واحد ورث بيت من أبيه. هذا عبد الرحمن. وكان له عمة لها 32 متر في هذا المنزل يعني. عمة لها 32 متر؟ اه. فالمهم يا شيخ اشترى من عمته في سنة 2009 هذه 32 متر ب 8000 جنيه. وأعطاها 2000 جنيه مقابل يعني بداية البيع كمقدم وال 6000 لحد الآن ما سددهاش. فهم حاليا يعني اصحاب عمته وابنائها بيقول لا احنا نحاسبك بالسعر الحالي يعني 6000 جنيه دي من زمان انت كنت يعني موسر في خلال الفتره دي وما سددناش فانت تحاسبنا بالسعر الحالي. من كم سنه؟ نعم. من كم سنه؟ نعم شيخ. من كم سنه؟ من 2009 هو اشترى. اشترى بكم قلت لي؟ ب 8000، اشترى ب 8000 سدد 2000 وبقت عليه الست. اشترى امطار 32 متر ب 8000 جنيه. تمام. دفع 2000. نعم. وبقي 6000. نعم. من 14 عاما. نعم. وكان موسرا. نعم. وكان موسرا. نعم. ومماطلا. مماطل نعم، كان يستطيع السداد. صبرا. وكان وعد بالسداد في وقت معين. لا لم يعد السداد في وقت معين، ما كان في وقت معين. اي. لكن كان موسرا وماطل. نعم. والله يعني انا اختار الراي القائل من ياخذ بالألفين التي دفعها ارضا والباقي ترد هذه الارض الى اصحابها. او يعني يرضي بالقيمة الحالية ممكن. على ما نعم. طيب جزاكم الله خير يا شيخ. طيب. الله بس نعم. بس ابعد عن الربا يستلموا ارضهم اولا. يحددوا نعم. لو بالألفين اللي دفعهم ارضا كم متر وهذه الارض ارضنا. وبعد ذلك تمام يبيعون له كيف شاء. نعم بارك الله فيك. الله يسلمك. حكما يستعمل سيارات الدولة في أغراضه الشخصية. الأصل عدم الجواز إلا إذا كانت هناك تجويزات من الإدارة فلا بأس، لكن الأصل العدم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتوى الشيخ مصطفى. نعم نعم تفضلي. من فضلك كنت عايزة أسأل عن الشيخ كان أباح حج الزيارة. مين الشيخ؟ مين الشيخ مصطفى؟ والله أنا ما يعني ما أقول لن أقول خالفه ولاة الأمر، إنما أقول إذا حج الحج صحيح بس يعني مش أقول الحج باطل يعني في فارق هنا إنه افهمي يا أختي. في القوانين المصرية حاليا من يومين بقوا بيشترطوا عقد موثق من الشهر العقاري في إقرار إنه الحج هيتم، يعني إن السفر أنا بسافر بس في إقرار إن أنا مش هحج في الوقت ده. تمام. هل دلوقتي يعني عفوا إن أنا أمضي على الإقرار ولكن النية في الأصل حج؟ افهمي يا أختي، إحنا لا نحب الخداع، لكن أنا مش فاهم الموضوع الذي تقوليه. تأشيرة الزيارة لا تتطلب عقد من اي عقد من شهر عقاري. مش فاهم الكلام اللي انت جديد اتطبق من يومين بالظبط. والله نسال عنه ان شاء الله ونفيدك نعرف ايه الحيثيات. تمام شكرا لحضرتك. الله يك... لكن اذا قدر اذا قدر وشخص خالف عصى ولاة الامر لكن اذا اتى بشروط الحج شروط صحيح
إذا في الحاجة صحيح. تمام. الله يسلمك. مشكلة كبيرة أمام الله إنه يعهدهم الحج وبعد ذلك يحج صعب عليه على يعني على نفس الفتية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم. سيدنا الشيخ أسأل الله تعالى أن يبارك في صحتك وفي علمك. لي سؤالين سيدنا العزيز المحترم. السؤال الأول سيدنا عنده طفلة مولودة وحابب أعمل لها عقيقة. وطبعا سيدنا حضرتك عارف أن الأضاحي غالية في مصر فحبيت أعملها في بلد من بلاد أفريقيا. يا رأي حضركم سيدنا؟ جائز لكن أجرك أقل. جزاكم الله خير سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ نسأل حضرتك بس كم سؤال. هل المحرم من الحج أو العمرة لازم يحرم ويلبس الإحرام وهو في الطيارة من مصر ولا ممكن يلبسه من جدة لمكة عند الميقات؟ عند الميقات إزاي؟ من الميقات؟ هو في ميقات من جدة لمكة؟ لا ما في ميقات من جدة لمكة. ميقات أهل مصر بمحاذاة رابغ، محاذاة الجحفة يعني في الطائرة. فتهل يعني لازم في الطائرة يلبس الإحرام. هو يفترض السابق أنه نسي الإحرام أو يصعب عليه لبس الإحرام لا يعلى، يهل من الميقات من الطائرة بمحاذاة الميقات بملابسه، ويكون عليه أحد ثلاثة أشياء: تمام، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. تمام. بارك الله فيك. معلش سؤالتين. المتمتع من العمرة للحج لازم يذبح هدي لو هو مش قادر وهيضطر يستلف فلوس الهدي، لازم؟ ما هو إذا عجز عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. تمام، متواصلين؟ لم يلم، لا لم، ليس هناك نص بالتتابع. طيب معلش سؤال تاني. نعم. لو انا اضطريت ابات في مكان والمكان ده يعني بيصرف فيه حاجات حرام شرعا وانا مضطر ابات، اعمل ايه؟ المضطر ليس له، المضطر ليس عليه شيء. طيب معلش انا لو الزوجة عايزة تخرج مرة في الاسبوع مع صديقاتها او تزورهم مرة في الاسبوع في البيت عندهم، هل ده يجوز ولا يعتبر من الورود والخروج للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ يعني في عدتها ولا ايه بالضبط؟ لا لا خالص، هي مزوجة عادي يعني. زوجها موافق والخروج ام لا؟ زوجها موافق، هو بيقول لها انه من الورود والخروج. لا على حسب، اذا استاذنت للخروج لحاجه جاز. لا هو مش لحاجه، هي مره في الاسبوع بتقعد مع صديقاتها ساعه او ساعتين وبترجع. يعني اغتيال؟ لا مش اذا اذن، الكلام راجع الى الزوج، اذن لا باس. هو لا ياذن بسبب ان هو بيعتبر ولوج وخروج. لا 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 لا، لا، لا. الولوج والخروج كثره الخروج والدخول، كثره خارجه داخله خارجه داخله، لا تستقر في بيتي. أما تزور صاحباتها في الله لمدة ساعة في الأسبوع وفي أمان، في أمان، في أمان، لا بأس. تمام، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الشيخ كمال يا عبد الرحمن، فضيلة الشيخ كمال الصيغ في أمريكا، ماذا يريد بالضبط؟ لأنه أبلغه السلام أولا. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا إزاي حضرتك؟ أستاذ التجمد. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يكرمك. سريعا يعني، فيه يعني ولد ابننا يعني كان سايق العربية في الشارع وخبط واد جري قدامه كده، فبنسأل يعني وأهل الولد يعني سامحوا، بس بيقول يعني لو اتضايق مات أو لم يمت. نعم؟ مات أم لم يمت؟ مات يا شيخ. طيب بقي عليه صيام الشهرين المتتابعين. أنا بتكلم على الدية، هل في دية؟ شو أهله عفوا؟ أهله عفوا. طيب يبقى باقي، إحنا عندنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. نعم. إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
التابعين أهل تنازلوا بقي الصيام فيصوم شهرين متتابعين. نعم يا شيخ. الله يبارك فيك. لا بأس يا عبد الرحمن، أبلغه السلام أقول له أفضل الشيخ كمال وفقك الله ونفع بك الإسلام والمسلمين أينما كنت، هذا نحسبه من المجتهدين الصالحين الله يحفظه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حضرتك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك بخير. بعد إذن حضرتك، كان من حوالي 4 أيام كده الإخوة نشروا حضرتك مقطع على الصفحة بتاعت حضرتك، كنت حضرتك بتتكلم فيه عن قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه لما سار بأهله لما قضى الأجل وكان يعني في محنة والله سبحانه وتعالى يعني فريجها عليه. الحمد لله. أيوه. أنا كنت بسمع حضرتك في الأربع أيام دولت المقطع ده وأنا كنت في كرب شديد جدا. أيوه. والحمد لله رب العالمين لما سمعت المقطع ده من حضرتك لامس في قلبي ويعني بفضل الله كان سبب في زيادة إيماني بالله. الحمد لله. والحمد لله النهارده أنا ربنا فرج كرب يا شيخ مصطفى. يا رب لك الحمد. فأنا بس بتصل أقول لحضرتك يعني الحمد لله الخير اللي بتعملوه ليه أثر. الله يتقبل منا. الله يتقبل منا ومنك صالح العمل. يا رب أمين يا رب. فقط لا شيء. أشكرك بعد شكري لله سبحانه. الحمد لله. فالفضل من الله. الحمد لله. ولا يخيب من دعاه ولا يخيب من رجاه أبدا. دائما يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. كلماتك عن كيف ان الله سبحانه وتعالى اوجد لموسى الحلول ولامس قلبي. الحمد لله الحمد لله. وزاد قلبي في قلب الايمان ودعيت ربنا وكنت على يقين والحمد لله النهارده ربنا فرج كربي. يا رب لك الحمد. يا رب لك الحمد. الحمد لله. جزاك الله خير. وإياكم في حفظ الله. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. يا استاذنا حضرتك في سؤال بس بخصوص الامور الطلاق. ها؟ هو انا سالني كان واحد عايز يزورني يعني قريب زوجتي فسالني لو يقدر يزورنا، فانا قلت له ان مراتي كانت عند والدتها في البلد فانا رحت لاهلي يعني اقعد معاهم. فقال لي بهزار كده ماشي يعني انت سنجل وهي سنجل. فاللحظة دي جاني وسواس كده ان هي من الكنايات لترجمة سنجل اللي هي قاعدة او وحيد. فانا اجبت وقلت بس عشان اطمن يعني من الوسواس ده قلت ذهبت عشان تقعد مراحتها مع اختها وانا ماليش مكان هناك. وما نرجع نبقى نزور. لا يعد طلاقا. لا وصح الشيخ. ايوه. لا والله يسلم. شكرا شيخ مصطفى. شكرا. الله يسلمك. سنجل يا سنجل. السلام عليكم. عليك السلام بركة سيدنا الشيخ. وعليكم السلام بركة. اتفضل. قرأت سيدنا في كتب العقيدة معارج القبول للحافظ الحكمي وقرأت الشريعة للأجري والسنة للخلاق. حضرتك تنصحني بيتنا سيدنا؟ نعم من الله. هذا في ممكن تقرأ بعد كده مثلا مختصر معارج القبول، مختصر الطحاوية، كتاب قرة عين الموحدين المحقق لنا كتاب. زرنا كده نعطيك كتب هدايا في هذا الباب إن شاء الله. بعد ذلك سيدنا حضرتك كنت حذرت من شوية من واحد مبتدئ اسمه محمد النجار. وأنا اسمي محمد النجار فأنا خايف يختلط على الإخوة. لا 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 محمود محمود النجار. أبرز بزاءاته. جزاك الله خير. أنت محمد نجار معروف لدينا. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك يا محمد النجار وسلمك من كل مكروه وسوء. الله يحفظك. يبدو أنه من الأشرار. الله والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ بالنسبة لمسألة القتل الخطأ يا شيخنا. أيوه. لو كان نسبة الخطأ على المقتول يعني كبيرة أو 100% والقاتل ما عندوش نسبة خطأ. فهل يلزم بالدية والصيام؟ يلزم لا يعني أنا أصورها لك أصورها لك. نعم. في قطار يسير يمشي بسرعة. نعم. جاء واحد رمى بنفسه بين يدي القطار
هل ترى أن السائق عليه شيء؟ لا. في واحد نفس الشيء، طريق مخصص للسيارات ليس للمرة، ومكتوب عليه لا يسمح بمرور الناس، طريق سريع، ويمشي الشخص بالسرعة المضبوطة مروريا. نعم. واحد بسرعة ألقى بنفسه أمامه مات. نعم. صاحب السيارة ما عليه شيء الآن، فمتحمل الخطأ 100%، فتسقط الدية. ذلك حتى في بعض الدول يقدرون نسبة الخطأ التي على الجاني ونسبة الخطأ الذي على المجني عليه. نعم. وهذا تصور حسن. نعم. مسألة نازلة الآن، ما كان في عهد الرسول سيارات ولا قطارات ولا نحو ذلك. نعم. نعم الله يحفظكم. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، يا أخبارك؟ الحمد لله. والله إنه حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. محمد علي الصقر معاك. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا يا شيخ محمد. كلماتك طيبة وأنت تصبر الأخ، الله يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. أسألك الدعاء بالسداد بالله عليك. أبلغ أهل بيتك السلام، بارك الله فيك. يوصل بإذن الله، وإن شاء الله لك زيارة قريبة بإذن الله. شرفنا يا محمد، الله يحفظك. الله يبارك في عمرك ويحفظك ويبارك عمرك. وياك شكر الله لك. تفضل. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك. يا شيخ كنت حلفت أن لا أركب دراجة مرة أخرى في حادث أصابني. أيوة. فما كفرت هذا الحلف؟ كفر كفارة يمين إذا كنت معقد اليمين. كيف يعني؟ أطعم 10 مساكين، كل لا. واحد مسكين وجبة من طعامك المتوسط. شكرا. عبد الرحمن، عبد الرحمن السلام عليكم. بركات شيخنا الفاضل. تفضل. بعض الناس في الإذاعة على الأموات بتقول توفى إلى رحمة الله، وبعد كده بتقول اسم المتوفي، فهذا كويس يعني؟ صح ولا الأفضل أقول يعني؟ يعني إذا قالوها تيمنا فلا بأس، لك الأولى توفي فلان رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه، تمشي. هو لا يقولوها على سبيل القطع. بالضبط. نقول لك رحمك الله. أقول لك غفر الله لك. تمام. هل هذا دعاء ولا هذا دعاء؟ طبعا دعاء هذا الباب يعني. فانا كنت بدأ على حد رحمة الله. الى رحمة الله يعني طبعا ممكن يعني الاولى اتقاؤها بهذا اللفظ، توفي فلان الى رحمة الله، للناس اذا كنت تقطع فالقطع لا يجوز، لا يجوز لنا ان نجزم بالجنة او بالنار لاحد من ماتوا الا المنصوص عليهم، لكن كنت تقول تيمنا او دعاء لك وجه، والاولى توفي فلان نسأل الله أن يرحمه، تمشي إن شاء الله. تمام. جزاكم الله خيرا. شكرا سيدي. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. بهذا القدر أجتزي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله، فنحن نتقلب في نعم الله ليل نهار، الحمد لله على عظيم نعمه عظيم آلائه، والحمد لله على أن من علينا بالإيمان والإسلام، نحمد الله. صدق الله إذ قال وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق،
ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وإليك أنبنا وبك خاصمنا، وإليك حكمنا ولك أسلمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وارزقنا يا خير الرازقين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تنثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ما فيهن. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طريق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا طيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا، واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، انصرهم يا ربي بنصرك المؤزر على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به، فإنه لا يعظم عليك أخذه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.